السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج صورة من الشعب. وموضوع حلقة اليوم عن دور المحامي في المجتمع، استكمالا للحلقة السابقة ونظرا لدي وقت الحلقة السابقة، فتم عمل حلقة خاصة لاستكمال عن دور المحامي في المجتمع. وهيكون ضيفنا وضيف حضراتكم اليوم المستشار القانوني المستشار حسن عبد المنعم، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا. أهلا وسهلا سعاده المستشار. أهلا بسيادتك. وهيكون ضيفنا أيضا المستشار القانوني خالد غنيم، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ورئيس رابطة محامين الأليبية. أهلا وسهلا سعاده المستشار. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد، وسعيد أننا مع حضرتك ومع حسن بيه. طبعا أهلا وسهلا. هو حسن بيه، في النسبة للحلقة الماضية اتكلمنا عن دور المحامي في المجتمع ودوره فعال، بالنسبة ان هو المحامي ليه دور فعال، ومهنة المحاماة تعتبر من المهن السامية النبيلة. عايزين نعرف من حضرتك في مجمل دور المحامي في المجتمع ايه بالظبط. الاول مساء الخير على حضراتكم، وانا سعيد باللقاء ده وسعيد بوجودي مع حضراتكم. علشان نبدأ نتكلم ونقول دور المحامي في المجتمع، لازم الاول نفهم انه المجتمع بطوائفه المتعددة، بهيئاته المتنوعة، المجتمع بيشكل حاجة مهمة جدا، ألا وهي العنصر الرئيسي فيه المواطن. المواطن ده بيحظى باهتمام الدولة، وبالتالي لابد وطبقا للدستور انه بيحاط بنوع من الحماية ونوع من الأمن. بيشترك في تحقيق هذه الحماية وهذا الأمن مجموعة هيئات ومجموعة إدارات ومجموعة عناصر تشكل مثلث هذا الحماية، اللي هي هيئة الشرطة والهيئة القضائية والمحامين باعتبار إن هو الضلع الثالث بتاع هذا المثلث. لذلك المحامي هو الحصن الحصين للمواطن في الدفاع عن حقوقه وحرياته في هذا الوطن. كل الثلاث هيئات اللي احنا قلنا عليهم، العناصر الثلاثة اللي قلناهم دولت، بيشكلوا ترس مهم جدا في المكنة الأم اللي هي اسمها مصر، في إرساء الأمن والأمان والعدالة واستقرارها في هذا المجتمع، والحفاظ على حقوق وحريات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وأموالهم وممتلكاتهم. وبالتالي دور المحامي في هذا المجتمع دور رئيسي وفعال لا غنى عنه، أسوة بكل المجتمعات اللي في الدنيا كلها، المحامي رقم واحد في الدفاع عن حقوق الحريات المواطنين. طب بالنسبة لحضرتك دلوقتي سعادة المستشار خالد، اتفضل يا فندم. بالنسبة لمهنة المحاماة تعتبر من هي من أقوى المهن، وبالنسبة كنقابة المحامين تعتبر من أعرق النقابات ومن أقدم النقابات. حضرتك كلمنا بإيجاز عن نقابة المحامين من حيث إن هي أحسن من أعرق النقابات في المجتمع. أهلا بحضرتك يا محمد بيه، وأهلا بالسادة المشاهدين. مهنة المحاماة كما حددها الدستور وأفرد لها بابا في الدستور المصري، وده يمكن لأول مرة إن الدستور المصري بيفرد أو بيجعل لمهنة المحاماة مادة خاصة بالمحاماة. وعرف المشرع أو الدستور عرف المشرع بأن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، وبيمارسها أكد على أن المحامي بيمارسها مستقلا، وكذلك المحامي الهيئات والشركات. من خلال التعريف بتاع اللي جعله الدستور من خلال في المادة 198 لمهنة المحاماة، بنلاقي استكمالا لما ذكره الأستاذ حسن، إن المثلث اللي اتكلم عليه اللي هو الخاص بالقضاء والشرطة والمحامين، اسمح لي أضيف يا حسن بي على كيف نستطيع أن ننظم العلاقة، كيف نستطيع أن ننظم العلاقة بين المثلث ده اللي حضرتك تفضلت بيه. أنا بقول لو أننا فعلنا الاحترام المتبادل بين الهيئة القضائية
والشرطة اللي هي سلطة تنفيذية، أنا عندي النهاردة، والمحامي اللي هو الضلع الثالث والمهم جدا في ضلع العدالة. أنا النهاردة لو عندي القضاء الجالس، القضاء الجالس يا محمد بيه بيجيله القضية، مين اللي بيقدر إنه يفند له ويظهر له الدفوع ويقدم له ويوضح له ما خفي داخل هذه القضية؟ هو المحامي. والجهة، جهة الشرطة أو جهة الجهة الشرطة هي اللي بتنفذ أحكام القانون. لقينا في الفترة اللي فاتت دي يا أستاذ محمد، يمكن أنا عفوا لأن حضرتك تعلم أني مهتم جدا بالمحامي ومهتم جدا بما يؤثر على سير المحامي في عمله، سواء كان أمام الشرطة، سواء كان أمام النيابة، سواء كان أمام القضاء وعلى منصة القضاء. بنجد أن هناك مشاكل كثيرة في هذه الفترة تصار وتحدث بين هذا المثلث. طب ما احنا عايزين نعرف من حضرتك دور المحامي ايه في المجتمع، تمام، بحيث من الناحية العملية، بحيث ان احنا نخاطب شباب المحامين كيفية التعامل مع الآخرين من ناحية التعامل مع الشرطة والتعامل مع الجهة القضائية والتعامل مع جميع الموظفين من خلال عمله أثناء تأديت عمله، تمام، من داخل المحاكم أو في إحدى الجهات عامة. في دور يا فندم للمحامي كشخص، وفي دور للهيئة التي تضم هذا المحامي. أنا لو جينا نتكلم في هذه الأدوار فأنا بتحدث عن الهيئة أو المنظومة عامة، لا الهيئة اللي بتضم، لا يا فندم، الهيئة اللي بتحوي أو بتحتضن المحامي اللي هي نقابة المحامين. احنا بنقول ان نقابه المحامين عليها، احنا بنتكلم على دور المحامي، دور ما انا بقول لحضرتك انا عندي دورين، انا بقول لحضرتك انا عندي دورين، هنيجي لحضرتك تعامله بالنسبه للعمل دور النقابي. دور المحامي، خلينا نتكلم في دور المحامي اللي هو دوره في المجتمع والتعامل مع جميع دور المحامي الهيئات. هو اذا ان يتعامل باحترام، ان يتعامل بفهم، ان يتعامل بوعي، ان يتعامل بثقافه مع كل هذه الهيئات. اذا استطاع يا محمد، يا استاذ محمد، المحامي ان يتعامل بالوعي والثقافه داخل المجتمع مع هذه الهيئات وغير هذه الهيئات، فهتحقق منظومه العداله. انا عايز بس اقول لحضرتك، الجيل بتاعنا يا استاذ محمد، كنا زمان القضاه بتعمل على المنصة، بتشتغل على المنصة زي ما احنا تعلمنا من ده يا استاذ محمد. النهاردة اصبح القضاء بكل اسف بتشتغل داخل المداولة، فما بيبقاش متاح لشباب المحامين ان هو يتعلم، ان هو يشوف طريقة المرافعة عامة، او ازاي يتعلم على طريقة المرافعة. دي مهمة ويتعلم جدا ان انا اخاطب وزارة العدل، ان هي تخاطب السادة القضاء، ان هو يعقد الجلسات علانية. بس هناك بعض الدوائر زي الدوائر الاحوال الشخصية يستوجب ان هي يتم التعامل او نظر الدعوة، يكون في داخل القاعات اللي هي مدولة، يكون في آلية يا استاذ محمد. ان انا ده اللي يمكن هيوصلنا بعد كده لمعاهد المحاماة، ومعاهد المحاماة ان ما يكونش الموضوع فيها اكاديمي، ولكن يجب ان يكون الموضوع نظري، وفي نفس الوقت يكون الجانب العملي وتطبيقه ده مهم جدا في اكاديميات المحاماه او في معاهد المحاماه اللي بيتم تفعيلها. طب احنا كده دلوقتي عرفنا بالنسبه لدور المحامي في المجتمع ايه، بحيث ان هو يقوم بعمله بصدق وبامانه. ونحب ننوه ان المفروض يكون ضيفنا النهارده معالي النقيب نبيل عبد السلام، نقيب محامين الاسماعيليه، ونظرا لظروف ما لم يحضر هذه الحلقة. فيا ريت يا شباب نحاول نتصل بالنقيب نبيل عبد السلام. وعموما يا حسن بيه دلوقتي نتكلم عن دور المحامي وتعاملاته مع جميع الجهات، إذا كان الجهات القضائية أو جهات الشرطة أو بالنسبة لجميع قطاعات اللي بيقوم بيها المحامي، بحيث تأدية عمله أو الدور اللي بيقوم بيه. طيب نيجي بس عشان خاطر نحدد الدور بتاع المحامي اللي بيقوم بيه في المجتمع، لازم نفهم الأدوار بتاعت بقية المثلث اللي احنا اتكلمنا عليه. النهاردة إذا كان المنظومة والهدف بتاعه، أستأذنك حسن بيه المداخلة. ألو ألو. أيوة يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معالي النقيب. مع
محمد بيه، ازي حضرتك؟ ازيك يا معالي النقيب؟ ومعانا معالي النقيب نبيل عبد السلام، نقيب محامين اسماعيليه. مساء الخير يا نبيل بيه. اهلا 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 يا فندم. معانا في الحلقه سياده النقيب المستشار حسن عبد المنعم والمستشار خالد غنيم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا معالي النقيب، وسعداء بمداخله حضرتك، ودائما تسرينا بالمعلومات القانونيه والمعلومات النقابيه. معالي النقيب، موضوع حلقتنا احنا بنتكلم عن المحامي ودور المحامي في المجتمع. عايزين نعرف من حضرتك بالظبط كدور المحامي في المجتمع ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انا سعيد، رغم انه احنا خلاص بقينا في الهزيع الاخير من الليل، لكن انا سعيد جدا بالمداخله الجميله دي وبوجود الاستاذ الافاضل. اهلا بك. شكرا حضرتك على الشاشه الفضيه كما يسميها المتابعين للقنوات الفضائيه. نقابه المحامين هي الرئه التي يتنفس منها الوطن. المحامين هم النواه التي تتحرك من خلالها نقابه المحامين. دور المحامي مدافع دائما عن الحقوق والحريات. نقابه المحامين تشارك السلطه القضائيه في تحقيق العداله. كل هذه الامور نص عليها قانون المحاماه. والحقيقه المحاماه والمحامي هو الدرع الواقي دائما فيما يتعلق بالحقوق والحريات. معالي النقيب، دلوقتي احنا على اعتاب انتخابات نقابه المحامين. عايزين نعرف من حضرتك بالنسبه لدور المحامي بالنسبه للعمل النقابي كناخب كعضو جمعيه عموميه في نقابه المحامين. الو. الحقيقه يعني انا سامع سؤال حضرتك بشكل جيد جدا، وطبعا يعني الدوره النقابيه من 2015 قاربت على الانتهاء، وشاءت الاقدار ان يمد في عمرها 6 اشهر بعد تعديل القانون الذي يعيد مرة أخرى نقابة المحامين والمترشحين على مقعد النقيب العام والفرعيات إلى نقطة الصفر مرة ثانية. الحقيقة أنه أعتقد أنه 2020 ستشهد زخم غير عادي فيما يتعلق بانتخابات نقابة المحامين. المحامي يحكم في قضيته فعليه أن يقرأها جيدا. إحنا بنعمل في العمل النقابي من 2001 وحتى 2020 دورتين عضوية في مجلس النقابة الفرعية الإسماعيلية. طب ما عايزين نعرف من معاليك لقطع كام حضرتك اللي بالنسبة للمحامي كعضو جمعية عمومية هيكون دوره إيه كناخب؟ المحامي مش عايز يعني أختزل دور المحامي في اعتباره ناخب في جمعيات العمومية. أنا بعتبر المحامي المفروض إنه بيتناول ملفه الشخصي، بيحكم في قضياته الشخصية. المفروض مش مجرد إدلاء بصوت، المفروض إنه خلال الفترة دي يصبح متابع جيد وفاعل حقيقي على الأرض فيما يتعلق بنقابة المحامين. نقابة المحامين تمر بمنعطف مهم جدا في تاريخها. لدينا أحلام كبيرة جدا. أنا قدري أني يوما ما كنت عضوا في مجلس النقابة العامة في 2000 ما بعد 2009 ونقيبا أيضا للمحامين من 2009 وحتى هذه اللحظة. أعتقد أنه الجو العام بيقول أنه المعركة ستكون ساخنة جدا خلال الفترة القادمة، وهذا الأمر يثري نقابة المحامين ويضيف لنقابة المحامين. عايزين نعرف من معاليك معالي النقيب أسباب العزوف عن حضور الانتخابات السابقة بالنسبة للعضو الجمعية العمومية عن حضور الانتخابات. وطبعا حضرتك تعلم ان كانت نسبة الحضور تتراوح ما بين من 10% ل 15%، وسبب العزوف ايه؟ طيب خليني اقول لحضرتك انني ليست لدي ارقام محددة في هذه المسألة، لانه الانتخابات من 2001 2005 2009 2011 2015 كانت الاعداد المنتسبه لنقابه المحامين كانت اعداد ضخمه جدا. كان في الارقام فيها جزء كبير من المحامين متوفين،
اعتقد انه انعقاد الجمعيه العموميه وفقا للنسب المقرره قانونا بيتم لانه القانون قانون المحاماه ملزم فيما يتعلق بوجوب ان يصل عدد المصوتين الى الحد الذي تصح معه عقد الجمعيه العموميه. وعلى فكره الجمعيه العموميه لنقابه المحامين لم تتوقف يوما فيما يتعلق بمساله الحضور، كان دائما الحضور برضه الى حد كبير يغطي النسب المقرره قانونا. لكن خلينا نقول بس كان حضرتك نسبه العزوف كبيره، يعني نسبه الحضور ما كانتش تعادل بالنسبه للعدد ككل جمعيه عموميه لا تتراوح من 15% ل 20%. انا ما عنديش نسب، انا ما اقدرش اقول لحضرتك النسب دي، لكن ايا كان النسب بس الاعداد كانت ضئيله برضه يا فندم للكفه. خليني اقول لحضرتك انه الارقام المسجله في نقابه المحامين كاعداد في جزء منها كبير جدا او في عدد كبير منها توفى وفي عدد منها كبير عازف عن العمل النقابي. ربما يكون برضو احنا باعتبارنا جزء من نسيج المجتمع ليس كل المحامين مهتمين بالشأن النقابي، لكن خلينا نقول انه بزيادة الوعي لدى المحامين بوجوب ان يكونوا فاعلين في العملية الانتخابية، يكون فاعلين في العمل النقابي، دي مسألة مطلوبة. خلينا لا نلكأ جراح الماضي، لكن خلينا ننظر الى المستقبل في انه المحاماة الان بحاجة شديدة الى تفاعل كل المحامين باعتبارهم الممثلين لنقابة المحامين باعتبارهم القائمين على أمر نقابة المحامين. ودي مسألة أنا من خلال حتى حديثي مع حضرتك ومع زملائي الأعزاء ما في سؤال بعد إذن سمعليك أنا معالي النقيب من أستاذ خالد لحضرتك. فضل أستاذ خالد. السلام عليكم يا معالي النقيب. وعليكم السلام. خالد غنيم مع حضرتك. طبعا ربنا يعزك. اهلا بحضرتك. انا عايز اعرف ونستغل يعني فرصه وجود حضرتك معانا في المداخله واسالك سؤال كده يعني دايما بيطرق على بالي ودايما بحاول الاقي له اجابه ويمكن نقدر نلاقي الاجابه مع بعض. يعني ايه هي الاجراءات يا معالي النقيب اللي احنا يجب ان نتخذها لكي نحافظ على سير العمليه الانتخابيه؟ يعني ايه هي الاجراءات؟ وهل معليك تطمئن لما حدث من تعديلات لقانون المحاماة وأن يتم بها ومن خلالها حسن سير للعملية الانتخابية، أم أننا كمحامين نستطيع أو يجب علينا أن نفعل إجراءات أو أشياء معينة يجب علينا أن نفعلها حتى نستطيع أن نحافظ ونكمل هذه العملية الانتخابية على خير بإذن الله؟ يعني أنا مدرك جيدا للسؤال بتاع الأستاذ خالد. المفروض أنه يعني في ضمانات للعملية الانتخابية المفروض أنها تكون موجودة. أعتقد أنه أطراف العملية الانتخابية لن تختلف حول وجوب أن يكون هناك إشراف قضائي حقيقي، لأنه يعني اعتقد انه اطراف العمليه الانتخابيه حريصين على نزاهه العمليه الانتخابيه. ده مش موجود يا معالي النقيب. حتى بغير نص ده مش موجود يا معالي النقيب. الاشراف القضائي غير موجود بالمره في الـ في الـ في التعديل، وبالتالي انا مش هقدر الزم القائمين على العمليه الانتخابيه ان هو يبقى فيه اشراف قضائي. يعني القائم على الاعمال اعمال العمليه الانتخابيه انا مش هقدر هلزمه ازاي بان يكون في اشراف قضائي اذا كان النص ما فيهوش اشراف قضائي حضرتك؟ يبدو ان انا يعني يمكن ربما تكون المقدمه لم تصل لحضراتكم. انا بقول انه طرفي العمليه الانتخابيه يعني اطراف العمليه الانتخابيه المجلس القائم بنقيبه واعضائه الذين سيترشحون على المقعد فيما يتعلق بالنقيب العام والمقاعد في العضوية العامة، والجانب الآخر من المترشحين في ذات المواقف. في اعتقادي أنه حرص الطرفين على أن تكون هناك على أن يكون هناك إشراف حقيقي على العملية الانتخابية بغير نص، هذه واحدة فتعتبر هذه ضمانة إن اتفق الطرفين وأرادوا أن تسير العملية الانتخابية بشفافية.
فتصبح الأصوات حقيقية ونعافي نقابة المحامين من التزوير. طب يا نبيل بيه، بعد إذن سعادتك حسن عبد المنعم معاك، أنت حضرتك شايف أنه الكلام ده عملا واقعا، نسب تحقيقه قد إيه؟ خلينا نقول برضو أنه في جانب آخر، مع افتراض سيادتك أنه يعني حسن الرؤية المستقبلية، يعني احنا بنتطلع انه ان شاء الله بنقول انه يعني في حسن نوايا والرؤية المستقبلية الموضوع هيبقى عامل ازاي، يعني توقعاتك الموضوع ده ياخد نسبته قد ايه؟ ما هو ده الشق الثاني اللي انا كنت هجاوب. اتفضل يا فندم. على حضرتك وعلى الاستاذ خالد بيه، ان تواجد المحامين واعتبار ان هذه القضية لا تخص المترشحين على مقعد النقيب فقط، تخص كل المحامين، تمام، ولا يليق ابدا تحت اي ظرف من الظروف ان يسمح اي محامي بصرف النظر عن موقعه من الترشح ان يحدث تزوير في انتخابات نقابه المحامين. ما يصحش اصلا. طب معالي النقيب، بعد اذن معاليك، معالي النقيب، مع حضرتك، تنصح حضرتك ايه بالنسبه للبرنامج الانتخابي لكل من هو مرشح على مقعد النقيب او ما هو مرشح لعضويه مجلس النقابه؟ كيفية توصيل البرنامج الانتخابي لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنسبة للبرنامج الانتخابي بتاعه؟ حضرتك تقصد المرشحين يعني؟ أيوة يا فندم. لا، هو حينما تدور عجلة الانتخابات مسألة وصول البرنامج دي مش مسألة صعبة، لأن بيبقى فيه مطبوعات، بيبقى فيه لقاءات مباشرة. انتخابات نقابة المحامين بتجري على قدم وساق، فيها مساحة من الحرية في الحركة، فيها قدرة على التواصل المباشر مع أغلبية الجمعية العمومية. فندم كانت بتشتكي إن هي عدم وصول البرنامج الانتخابي لأي مرشح، فإحنا عايزين نتلاشى الأمور دي في الانتخابات القادمة. هو خليني أقول لحضرتك برضو إنه من يترشح لهذه المواقع بالضرورة يجب أن يكون قد مارس المحاماة الحد الأدنى 20 سنة، فالمحامي المحترف أو المحامي المهني بالضرورة بيتحرك في كل محاكم مصر. يعني المسألة في مسألة ان يكون الناس عارفاه وتكون الناس فيها يعني على الاقل قدرة على الوصول الى معلومات موثقة، بالنسبة دي مسألة مش صعبة. طرق التواصل يا فندم، طرق التواصل، ده احنا في القرن اللي دخلنا على القرن اللي هو 22 اهو، قدرة التواصل ايه؟ ده احنا 2020، سنة 2020 دي مش في قدرة على التواصل بس، بحضرتك التواصل ما بين المحامين وما بين كل المجتمع بقى يعني منقطع النظير، بقت القدرة في الميديا من خلال كل الإمكانيات المتاحة الآن، أعتقد لا يعني لا 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 المسألة مختلفة. أمال قبل أن تكون هذه القدرات موجودة كانت الناس بتتواصل إزاي؟ طب نستأذن حضرتك، كلمة أخيرة حضرتك توجهها. أسأله سؤال. عايز تسأله سؤال؟ معلش يا معالي النقيب، أنا عايز أستغل بس وجودك معايا السؤال اللي بيلوك في خاطر كل محامي في هذه المرحلة. هل هناك أمل أن يتم التوافق بين قوى المعارضة والإصلاح على نقيب يمثل قوى المعارضة، أم أن الأمر ما زال به صعوبات وعوائق؟ الموضوع ده معالي النقيب بيشغل رأي وبيشغل بال كل محامي الآن. هل سيتم التوافق معالي النقيب، أو هل في خطوات للتوافق حتى نطمئن المحامين؟ ياريت حضرتك نستغل بقى وجودك معانا، وسؤال غير بريء شوية يعني. لا، هو الحقيقة سؤال يعني في منتهى البراءة، أنا ما أقدرش أفهمك بالتهمة دي يا أستاذ خالد، انت عارف يعني ده حقك، لكن هقول انا باعتباري برضو عضو نقابه من 2001 وحتى الان، كانت في تجربه يعني مر بيها الجيل ده اللي هي تجربه 2009 حينما توحد المحامين. صحيح. يعني نجحت ارادتهم في تغيير حقيقي، كان تغيير الاستاذ حمدي خليفه، بس ما استمرتش كتير، اصبح نقيبه للمحامين. الحقيقه في 2011 2015 كانت تجربه مختلفه تماما، وتفرقت فيها النخبه النقابيه، لكن الجمعيات العموميه الحقيقه عملت اللي عليها. في 2009 كان الفارق 5000 تقريبا، والاحد زملائنا كان حاصل على 8 حوالي 8000، لان الارقام لا تكذب. صحيح. في
في 2011 كان الفارق يقارب ال 10,000، في 2015 كان الفارق ما بين المترشحين على مقعد النقيب وما بين السيد النقيب حوالي 11,000 صوت. انا يعني وجهه نظري انه ليست لدينا رفاهيه الاختيار، احنا لدينا اختيار واحد، ان تتوحد جبهه الاصلاح او جبهه احنا نقول القوى المعارضه بشكل عام يا معالي النقيب. يعني القوى المعارضه انا مش عايز اصل عشان ما نقولش هي جبهه، لا احنا بنقول كل الكيانات اللي هي بتمثل المعارضه والاصلاح. معالي النقيب سؤال اخير معلش، معالي النقيب معالي النقيب حتى لا تتشتت الفكره. معالي النقيب طيب اتفضل يا بيه. اتفضل معالي النقيب. استاذن لي يا فندم عشان كده تكتمل بس. اتفضل يا فندم. الجمعيات العموميه من المحامين عملت اللي عليها بشكل كامل، عبرت عن ارادتها بشكل كامل، لكن كانت المشكله بالنسبه لنا باعتباري انا عضو جمعيه عموميه وكنت جزء من الانتخابات من 2001 وحتى الان، كانت المشكله من بعد ما 2009 انه النخبه النقابيه تتشتت بدواعي كثيره وبمبررات كثيره. الان احنا من 3 سنين تقريبا من بعد تجربه 2015 كنا حريصين على انه تتوحد الرؤى المغايره لرؤيه مجلس النقابه الحالي وتبقى متوحده حول قائمه واحده حول اداء واحد، لان ربما نكون مختلفين كثيرا في الاداء. وانا على فكره مش بعتبر نفسي من القوى المعارضه، انا نقيب الان وكنت نقيب المحامين من 2009 وايضا جمعت ما بين نقيب المحامين وعضو النقابه العامه في 2009 في مجلس 2009 ونقيبا للمحامين في 2011 و2015 وحتى الان. انا ما بقولش دي قوى معارضه، احنا بنتكلم من اجل نقابه المحامين يا فندم لكي ترتقي ومصلحه نقابه المحامين ككل وليس كمعارض للمجلس القائم او معارض لاشخاص. احنا بنتكلم لمصلحه النقابه ككل. ايوه كلام حضرتك صحيح، كلنا حريصين على اعلاء قيم الحريه والعداله والمساواه، كلنا حريصين على كيان نقابه المحامين ان يرتقي، كلنا حريصين على ان نستكمل الجيد مما فعله من سبق ونستبعد ما نرى من وجهه نظرنا انه كان في خلل. الاصل في عمل الانسان هو النقص، الكمال لله وحده، لكن كلنا حريصين على نرتقي بنقابه المحامين ككل، يعني اللي تعتبر هي من اعرق النقابات ومن اقدم النقابات يا فندم. انا قلت لحضرتك انها هي الرئه التي يتنفس منها الوطن. صحيح. تمام. يعني نقابه المحامين هي الرئه التي يتنفس منها الوطن، نحن مؤمنين بالديمقراطيه فيها، نحن مؤمنين بالعمل المؤسسي فيها، نحن مؤمنين بوجوب ان تكون النقابات الفرعيه صوره مصغره من النقابه العامه، لان احنا اشتغلنا في النقابات الفرعيه، نحن ضد تغول النقابة العامة على الفرعيات، نحن نريد أن يمارس كل منا دوره وفقا للقانون. النقيب العام فيما يتعلق بمجلس النقابة العامة والنقيب الفرعي أيضا صوته مرجح. هذا الكيان يجب أن يعود يكون هناك توافق بين جميع الأعضاء حضرتك، يعني نعم فندم يكون هناك توافق. لا، هو الاختلاف سنة البشر، لكن اختلاف يعني صحي. انا مع ان احنا كل واحد يتناول الملف من وجهة نظره، الغرض من الاختلاف ان نصل الى الافضل دائما. انا ضد التوحد، مش ضد فكرة الفرد في المسائل دي على الاطلاق. احنا بنمارس عملنا من خلال القانون، وعلشان كده ان احنا يجب الا نسمح لانفسنا بتجاوز القانون ولا ان نسمح للاخرين ان يتجاوزوا القانون. طب كلمة أخيرة يا فندم، كلمة أخيرة حضرتك. ألو، اتفضل. كلمة أخيرة حضرتك توجهها لأعضاء الجمعية العمومية ككل كناخبين، وكلمة برضو للسادة الأعضاء اللي هم يترشحوا لمقعد النقيب أو كعضو في مجلس النقابة. بالنسبة طبعا الأول لزملائنا وأساتذتنا الأفاضل اللي حريصين على أن يؤدوا العمل النقابي، أنا بقول انه ما اسهل ان نجلس معا وان نصل الى اتفاق حول اشخاص سواء مقعد النقيب او العضويه بشكل جيد، فيصبح عضو الجمعيه العموميه على الجانب الاخر لا يتشتت ولا يختل توازنه،
وبالتالي يبقى الاختيارات هتبقى اختيارات موضوعية، لأنك مكن عضو الجمعية العمومية اللي هو الناخب أنه يؤدي دوره فلا يتشتت بين مترشحين كثر وتفقد العملية الانتخابية معناها. وكلما كثرت الأعداد الكلام اللي حضرتك قلته عليه يحدث الخلل، إما بوقوع يعني تزوير في الانتخابات بجمع الأرقام. أنا بقول إنه كلما كانت الأفراد ما هي يعتبر كنصيحة لكل أعضاء كجمعية عمومية حضرتك كناخبين وكمرشحين. ونشكر معالي النقيب نبيل عبد السلام نقيب محامين إسماعيلية، شكرا لمعالي النقيب. شكرا يا فندم، وتحياتي لزملائي الاعزاء والحضرتك. شكرا لمعالي النقيب، وسعدنا بمداخلة حضرتك ودايما تسرينا. شكرا يا فندم. اتفضل. نرجع بقى تاني احنا برضو حضرتك واحنا بنتكلم، وطبعا شرفنا نبيل بيه بالمداخلة. احنا حضرتك كنت بنتكلم على دور المحامي في المجتمع. لازم نشوف الدور ده على ثلاث مستويات، على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي وعلى المستوى النقابي. على المستوى الشعبي المحامي ليه دور مهم جدا في تمثيل مصالح عملائه والحفاظ على الحقوق المشتركة لأفراد المجتمع في توازن، يحافظ على حقوق موكله وعلى حقوق الطرف الثاني. إذا كانت هناك مثلا على سبيل المثال يعني لو بنتكلم دوره المهني عامة، يعني لا بالنسبة لدور المحامي المهني ده على المستوى الشعبي وعلى المستوى بالظبط حضرتك ان هو دلوقتي ما بيتعامل مع صحيح الشعب صحيح او صحيح مع الجمهور. انا متفق معاك في المسمى صحيح والتوصيف، يعتبر دوره المهني. هذا الدور المهني اللي احنا بنقوله دوره المهني، لابد ان يكون في حفاظ على الحقوق، لان احنا المحامين دول في الاساس خريجين كليات ايه؟ كليات الحقوق، فنحن اولى بالحفاظ على الحقوق. وبالتالي الحقوق المتبادله بين الاطراف المجتمع لابد ان يحدث هناك توازن. مين اللي عنده بقى؟ طب احنا بعد اذن حضرتك فضل. عايزين نعرف برضو دور المحامين في الادارات القانونيه في القطاعات. يا ريت يا شباب نتصل بحد في الشؤون القانونيه في القطاعات بالنسبه لاي قطاع عام. اتفضل. احنا طبعا على المستوى الرسمي بقى اللي احنا بنقوله انه مشاركه هيئات الو لا مؤاخذه يا فندم. الو هو حسن بيه كل ما يتكلم حد بيتكسر. معلش يا حسن بيه. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا بيك يا محمد بيه. اهلا بيه. اهلا وسهلا مستشار ايهاب. ايوه اهلا بيك. اهلا وسهلا مستشار ايهاب ابو عسل مدير الشؤون القانونيه بالتامينات الاجتماعيه والمعاشات. اهلا وسهلا مع المستشار. اهلا وسهلا بحضرتك، اتشرفت بيك يا محمد بيه، وبمس عليك وعلى حضرتك وعلى ضيوفك الكرام خالد بغنيم ومستشار المستشار حسن عبد المنعم. اهلا بك يا هبي، وسعداء بسماع صوت حضرتك ومداخلتك. يعني عايزين يا هبي نعرف من حضرتك بالنسبه لدور الساده المحامين الادارات بالنسبه للقطاع العام وقطاع الاعمال بصفه حضرتك مدير شؤون قانونيه في قطاع التامينات والمعاشات، بالنسبه لدور المحامين ايه في نقابه المحامين عامه وفي الانتخابات القادمه ان شاء الله. يسعدني الاول اهني حضرتك على نجاح البرنامج والدور العظيم اللي بتقوم بيه في توصيل جميع المحامين. الحقيقه ان محامين الادارات القانونيه بيقوموا بدور عظيم في الحفاظ على المال العام في الهيئات والمؤسسات العامه والوحدات التابعه لها، وبينظم الدور ده القانون رقم 47 سنه 73. ولكن الحقيقه ان القانون اصبح لا يفي باحتياجات اعضاء الادارات القانونيه ولا يذلل العقبات اللي بيعانوها في سبيل اداء مهمتهم في الزود عن المال العام والحفاظ على الصالح العام. لذلك ومن خلال منبر معاليك يطيب لي ان اطالب اتفضل اطالب بمناقشه تعديل القانون في مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر عضو البرلمان وموقع عليه من 60 من اعضاء مجلس الشعب، ولا زال القانون مشروع القانون ما زال حبيس الادراج، فبنامل ان يتم مناقشه هذا القانون لتذليل العقبات اللي بيقابلها محامين الادارات القانونيه في قيام بعملهم. ليه؟ اتفضل يا فندم.
بالنسبه لخالد بيع السوق الحر، يعني ايه اهم المشاكل يا ابي اللي هي ممكن بتقابل المحامي اللي بيشتغل في الادارات القانونيه، وايه هي يعني الصعوبات او يعني الاطروحات اللي ممكن حضرتك يعني تقترحها لتذليل هذه الصعاب، او ايه هي البدائل؟ والله في الحقيقه ان الاعباء اللي بيواجهها محامين الادارات القانونيه جميعا اعباء اداريه واعباء ماليه. بالنسبه للاعداء الاعباء الاداريه، يجب فصل الاشراف على الادارات القانونيه عن جهه الاداره تماما، بحيث يصبح محامي الادارات القانونيه مستقل تماما في اداء عمله، ولا رقيب عليه الا اللجنه ما التنمية. ده حضرتك بيخص الجهه التابع ليها او الجهه اللي هو بيعمل من خلالها، يعني ما مالهاش قانون المحاماه عامه. يبقى كل محامي في جهه اداريه عفوا بيتبع الجهه التابع ليها. لا انا بتكلم من الناحيه الماليه، حضرتك انت بتتكلم من الناحيه الماليه. لا انا بتكلم عن الناحيه الاداريه، الناحيه الماليه هاجل حضرتك فيها، انا بتكلم عن الناحيه الاداريه. هناك تعسف في بعض الاحيان من جهه الاداره في محاوله توجيه الراي بالنسبه للاعضاء القانونيين بما يحقق مصالح معينه لجهه الاداره، قد تكون هذه مخالفه. ولكن القانون 47 سنة 73 أعطى للجنة الفنية في وزارة العدل للإشراف على الإدارات القانونية سلطة رقابة والإشراف ومجازاة أعضاء الإدارات القانونية. فإحنا بنطالب إن من خلال منبركم إن يكون هناك استقلال تام عن جهة الإدارة. يبقى حضرتك بترغب ان في استقلال تام لجميع الادارات القانونيه عامه كقطاع اعمال، او بالنسبه اللي هو محامين الادارات عامه ككل؟ هو نعم نعم، بس هو المفروض يستوجب ان هو يكون بالنسبه بيبقى تحت رئاسه الجهه اللي هو يرأسها صاحب الجهه او رئيس الجهه عامه، هو من ضمن اللي هو زي مدير شؤون عاملين، زي مدير شؤون قانونيه. هو إيهاب بيه بعد إذنك، يا إيهاب بيه بعد إذنك، هو مسألة الاستقلال عن الرقابة من الجهات الإدارية أو من السلطات الرقابية على أعمال محامي الإدارات القانونية، دي مسألة بتتعلق بالجزء الفني. الجزء الفني دوت مش كده؟ لا، الجزء الفني. أهلا بيك حسن بيه. إزاي حضرتك يا فندم؟ إزيك يا فندم. الجزء الفني ده يشرف عليه لجنة الإشراف على الإدارات القانونية في وزارة العدل. تمام. أنا بتكلم عن النواحي الإدارية اللي قد تستغلها الإدارات الجهة الإدارة في التأثير على حسن سير العمل بالنسبة للعضو القانوني، ومحاولة التأثير عليه في توجيهه إلى اتجاه معين لتحقيق مصلحتها، عن طريق حضور وانصراف، عن طريق بعض الحوافز، عن طريق في قيود. انت حضرتك بتتكلم من الشق المال. يعني المحامي في الادارات بيبقى مقيد في عمليه قيد عليه ان هو يقدر يمارس مهام عمله، فحضرتك بتبقى عايزه يبقى مستقل اكتر من كده. بالظبط. بالنسبه للشق المالي، طبعا القانون 47 سنه 73 كان فتره زمنيه وحقبه زمنيه. احنا دلوقتي هب معذره لحضرتك، احنا دلوقتي بنتكلم دور المحامين الادارات القانونيه بالنسبه لانتخابات المحامين القادمه. عايزين نعرف دوره ايه بحيث ان الانتخابات على الاحداث. مساله مهمه قوي دي، مساله مهمه قوي دي، بتمثل قطاع كبير جدا. بحيث ان هو دلوقتي كمحامين في قطاع الاعمال عامه وككل ليهم دور كبير في الانتخابات القادمه، فعايزين نعرف من حضرتك دورهم ايه، بحيث ان هم في جميع الدورات السابقه كان في عزوف كبير جدا بالنسبه لهم. عموما صوتهم مش مسموع، فعايزين يكون لهم صوت مسموع داخل النقابه. اعتقد ان هم اعداد مش قليلين. اعتقد ان اعضاء الدورات القانونيه بصفتهم اعضاء الجمعيه العموميه لنقابه المحامين دورهم لا يقل عن دور الزملاء اعضاء الجمعيه العموميه من المحامين الاحرار او المحامي الحر. صحيح. ولكن ما فيش تواصل عامه حضرتك ما بين محامي الادارات وباقي الساده المحامين كجمعيه عموميه ككل. هوضح لمعاليك، يجب على
المرشح على عضوية نقيب أو عضوية مجلس كعضو الإدارة في المجلس، عضو مجلس الإدارة، عضو مجلس النقابة، أن يقوم بدوره في توصيل صوته وعرض برنامجه الانتخابي على أعضاء الإدارات القانونية. صحيح. بما يحقق بما يحقق مصالحهم، لأن أعتقد أن كثير من المرشحين على مقعد النقيب أو على مقعد الأعضاء ما عندهمش الإلمام التام. يعني مطلب أخير من حضرتك دلوقتي بتوجه للسادة، سؤال للأستاذ إيهاب بعد إذنك. طبعا يا باشا. سؤال أخي إيهاب بيه بعد إذن حضرتك، إمتى مش هنشوف عملية حشد أو تأثير، أو تحشيد تأثير جهة الإدارة عليك، أو حشد المحامين الإدارات القانونية وذهابهم بجماعات إلى الصناديق لإدلائهم بأصوات لأشخاص بعينها؟ إمتى أنا أقدر كمحامي يعني. لأن أنت حضرتك يعني هنا، حضرتك هنا أنت بتؤثر، أنت بتؤثر علي أنا كأحد يعني من يمثل الجمعية العمومية أو يمثل الأعضاء. طب في عجالة أهب بيه عشان وقت البرنامج، لو هي بالطريقة دي إمتى أقدر مشوفش ده؟ إن جميع المحامين، سواء المحامي الحر، سواء المحامي الحر أو محامي الإدارات القانونية، جميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين يجب أن يكون على وعي تام بالدور اللي هو بيقوم به، ويجب أن يكون على وعي تام باحتياجاته ومطالبه من يمثله. وإذا لم يشارك بدور فعال فلا يلومن إلى نفسه يعني. برافو عليك. يعني يجب أن يقوم بدوره، لأن الجمعية العمومية القوية ستنتج لنا ممثل للأعضاء أو نقيب. يبقى أنت حضرتك دلوقتي بتطلب من السادة اللي هم المرشحين كمقعد نقيب أو كأعضاء في عضوية في المجلس يوصلوا الرسالة بتاعتهم أو برنامجهم بالظبط. شكرا يا هاب للاتصال حضرتك. شكرا يا فندم. نرجع لحسن بيه. اتفضل. يعني بالنسبه لدور المحامي برضه عشان ناخدها بقى في عجاله، اتكلمنا من الناحيه المهنيه. خلاص على المستوى الرسمي يا فندم، ما هو في دور على المستوى الرسمي. اتكلمنا على الناحيه المهنيه حضرتك، عايزين نتكلم بصفه على المستوى النقابي بقى. على المستوى النقابي لابد ان المحامي يشارك مشاركه ايجابيه فعاله في اختيار من يمثله، وهذه المشاركه تبقى مبنيه على اسس موضوعيه وليست على مسائل شخصيه هو بياخدها، انه انا بحب فلان ولا انا بناصر علان. لا، اللي هو سيادتك اتكلمت فيه مع نبيل بيه عبد السلام لما بتقول له البرنامج الانتخابي النهارده، مساله البرنامج الانتخابي ديت، هل يستطيع المرشح الانتخابي النهارده احنا وهو بيقدم البرنامج بتاعه ويعرضه على اعضاء الجمعيه العموميه، النهارده عضو الجمعيه العموميه صاحب الفكر وصاحب الراي يستطيع انه يقيم هذا البرنامج واذا كان هيحقق طموحاته ولا لا؟ يعني الكثير من المجالس المتعاقبه بذلت جهد مشكور يعني عليه، يعني توصيل البرنامج لانتخاب جميع اعضاء الجمعيه العموميه. ما هو لازم نتفق طبعا، ما هو عرض بس هل البرنامج في حد ذاته، هل البرنامج في حد ذاته في النهايه بيسفر؟ اذا حد قدم لي برنامج كويس جدا جدا، هل ده معناه ان هو هذا الشخص اللي قدم البرنامج كويس هو ده اللي هيتم حصوله على تأييد الجمعية العمومية وبالتالي عشان يخش يحقق البرنامج؟ مداخلة معلش. اتفضل. الو. هي مداخلات كتير معلش. الموضوع شايف. الو. طبعا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا باشا عامل ايه؟ اهلا وسهلا. الو. الو. السلام عليكم. استاذ مجدي صبر المحامي. اهلا وسهلا استاذ مجدي. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ محمد عامل ايه يا باشا؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ طبعا انت متابعنا وعارف موضوع الحلقه، بنتكلم على دور المحامي ودور نقابه المحامين عامه يعني. طبعا اكيد يا فندم. اتفضل سؤال حضرتك يا مجدي بيه. اولا يا فندم قبل ما اتكلم بتشرف بان انا اسلم ومسي على ضيوفك الكرام خالد بيه غنيم. اهلا بيك يا مجدي بيه. اهلا وسهلا المحامي الاليوبيه. اهلا بيك يا مجدي بيه. اهلا بحضرتك. اهلا مجدي بيه. معانا المستشار حسن عبد المنعم. اهلا وبحيي كمان المستشار حسن عبد المنعم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. واحنا متابعين البرنامج ودوره وتاثيره على المشاهدين. اهلا وسهلا. قبل ما اقول كلمتي حضرتك بس سؤالي اقول كلمه بس عن في بعض المشاكل اللي بيواجهها المحامين وهي وقبل ما اقولها بقول ان مهنه المحاماه مهنه عظيمه جدا وكل من يمتهنها
وبيعمل بيها بيحبها ويقدرها، ولكن في ظل الظروف الحاليه وما يعانيه المحامون من مشاكل عمليه مع كافه الجهات، وهو بيتصدى لها لوحده ومنفردا ولا سند له غير نقابه المحامين التي اصبحت في الظروف الحاليه ضعيفه جدا ولا تؤدي دورها المنوط بها، فكيف له منفردا ان يتصدى لكل هذه المشاكل منفردا؟ وانا بحب اسال الاساتذه اللي موجودين عند حضرتك، اتفضل يا فندم، خاصه المستشار خالد بيه غنيم، وانا عارف ان هو يعني في ليه دور كبير جدا عجالة عشان وقت البرنامج ده. ماشي يا فندم، بقول له ان دلوقتي احنا داخلين على الانتخابات، فانا بساله لماذا لا يتم انتخاب نقيب المحامين ومجلس اقوياء ليعيدوا نقابه المحامين لقوتها وسابق عهدها؟ والسؤال ده هو ما هو سبب عزوف المحامين على الانتخابات؟ ما حضرتك احنا اتكلمنا في النقطه دي في الحلقه السابقه واتكلمنا فيها في بدايه البرنامج وحضرتك مش بتاخد. ايوه تمام. شكرا يا مجدي بيه، شكرا يا فندم. هو الاستاذ مجدي كان بيسال عن عزوف اعضاء الجمعيه العموميه عن حضور الانتخابات او الادلاء بصوتهم. هو احنا حضرتك كنا بنتكلم في مساله العزوف، ما احنا اتكلمنا عن حضرتك، جت المكالمه برضو، جت مكالمه نبيل بيه وما كانش مكملش الاستاذ حسن، فهو يمكن استدراك من الاستاذ مجدي. انا عايز اقول نص دقيقه، انا عايز اقول لمجدي بيه صابر ان امتى الجمعيه العموميه هتفرز نقيبا قويا؟ لما كل واحد في نقابه المحامين يقوم بدوره المنوط بيه، يعني الناخب يعمل كشف حساب. وانا بنادي من خلال منبر استاذ محمد وبوجه رساله لكل الناخبين ولكل اعضاء الجمعيه العموميه على مستوى جمهوريه مصر العربيه ونقابه المحامين، قدموا كشف حساب، طالبوا من تولى منصب او كرسي داخل مجلس نقابه المحامين، قدموا كشف حساب. ماذا فعلتم في الدورات السابقه حتى نستطيع ان نقيم اذا كنا سنثق فيكم في الحاليه او القادمه ام لا؟ شكرا. طيب احنا طبعا بنقول للاعضاء الجمعيه العموميه، طبعا بنقول لاعضاء الجمعيه العموميه انه المجالس الموجوده حاليا كل ادى دوره مشكورين في حدود امكانياته، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه على عضو الجمعيه العموميه لازم يسال نفسه، هل المجالس حققت الحد الادنى من طموحات المحامين ولا لا؟ لم تحقق يا حسن دي، بس كل واحد يسال نفسه. وما زالت نقابه المحامين وما زالت المحامين متشوقين لمن يقدم لهم الخدمه، لمن يقدم لهم العلاج، يبقى لازم ينزلوا كلهم، لمن يقدم لهم المعاش بكرامه، لمن يحافظ على اي يبقى لازم المشاهدين في كل مكان. وصلت المعلومه خالد بيه، واذا كان خالد بيه بيتكلم على موضوع مشروع العلاج او بالنسبه للمعاشات فهو مشروع قائم بالنسبه كمشروع علاج، وبالنسبه للمعاشات اذا كانت المطالبه برفع سقف المعاش او بالنسبه صحيح بالنسبة لا انه رفع سقف العلاج، تحقيق خدمات نقابيه فاعله تؤثر في حياه الحرق انتهت. اسمح لي يا محمد بيه، بنتوجه بالعزاء لمجموعه محامين مصر في وفاه الاستاذ علاء السلكاوي رحمه الله عليه. اعزائي المشاهدين في كل مكان، في نهايه برنامجنا وحلقتنا اليوم بنتوجه بالشكر للمستشار حسن عبد المنعم. شكرا يا فندم. شكرك يا فندم. شكرا محمد. كنا نتمنى ان في نهايه الحلقه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.